أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار ثبوتها، وهذا شروع من المصنف في بيانها. فالحديث المقبول قسمان، الأول الصحيح والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه، بالقرائن وجمع الطرق، والشذوذ المنفي هنا هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، وسيأتي بيانه في موضعه. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، فإن الأوصاف التي ذكرت كالضبط والعدالة واتصال السند، السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، تتباين مقاديرها في الأخبار. فالعدالة مثلا تكون في رواة سند أقوى من رواة سند آخر، وإن اشترك جميع الرواة في كونهم عدولا. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده، فالأوصاف الخمسة المذكورة هي أعلى ما تكون من القوة في صحيح البخاري، ثم تنزل عن هذه الرتبة في صحيح مسلم، ثم تنزل عن هذه الرتبة التي عليها صحيح مسلم إلى رتبة أقل فيما كان على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. وأوصاف الصحيح خمسة، أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله: وبكثرة طرقه يصحح، فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، وأما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة،
والمراد مع بقية الشروط السابقة. فإذا وجدت الأوصاف الأربعة التي تتعلق بالعدالة والاتصال والشذوذ والعلة لكن الضبط لم يكن تاما كما في الحديث الصحيح بل هو ضبط خفيف، فإن الحديث ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، ومنشأ نزوله هو خفة ضبط راويه، فيكون الحسن لذاته اصطلاحا، الحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة الضبط حتى أساء حفظه، فإن ازدادت خفة الضبط حتى أساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فيكون الراوي تارة تام الضبط وهذا راوي الحديث الصحيح، وتارة يكون الراوي خفيف الضبط وهذا راوي الحديث الحسن، ويكون الراوي تارة فاقدا للضبط بسوء حفظه وهذا راوي الحديث الضعيف. فإن خفة الضبط قدر مشترك بين راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف، لكنها في راوي الحديث الحسن تكون قريبة من راوي الصحيح في تمام ضبطه، فهي تخف مع بقاء أصله، وأما في راوي الحديث الضعيف فإنها تخف حتى يزول أصل الضبط فيصير سيئ الحفظ أي واهن الضبط فاقده. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، الحسن والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع متأخر يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، هو حديث سيء الحفظ والمرسل والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. فهذا الحد مستنبط مما أشار إليه هو في كلام متقدم يأتي، ينبغي رده إلى هذا المحل لبيان الحسن لغيره الذي يقابل عنده الحسن لذاته، والذي تقتضيه صناعة العلم أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء، أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء فيكون حديثهم حسنا لغيره، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فالمصنف في كلامه الذي ذكرناه عدد أنواعا، والحدود لا تعدد فيها الأنواع، فتضبط بالمعاني المعلقة بها، فتضبط بالمعاني المعلقة بها. فيقال في الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو
مثله أو فوقه ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. فإذا وجد الضعف الخفيف مع العاضد الذي يقويه مما هو من جنسه أو هو أقوى منه فإنه يكون حديثا حسنا لغيره. وهذه الحدود المتقدم ذكرها في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ترشد أن الحسن لذاته أن الصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في معنى عام هو الصحة، وأن الحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في معنى عام هو الحسن. فالأصل الكلي الجامع للأولين الصحة، والأصل الكلي الجامع للآخرين هو الحسن. فينبغي أن يعلق كل نوعين متقابلين بأصل يدل عليهما. ولأجل هذا أبدى المصنف رحمه الله تعالى وجها جميلا في الفهم والعلم، وهو الاحتياج إلى وضع تعريف يجمع نوعي الصحيح لما بينهما من الاشتراك، ووضع تعريف يجمع نوعي الحسن لما بينهما من الاشتراك، ذكره في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر أن الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه قائمة، ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن ووفى بذلك، فقال في تعريف الحديث الصحيح قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فهذا الكلام الذي ذكره في الإفصاح يعرب عن أنه يرى أن الصحيح في العلم والفهم أن يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره في أصل، وأن يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره في أصل. وتابعه في إبداء هذا صاحبه السخاوي رحمه الله في شرح تذكرة ابن الملقن، فإنه ذكر هذا المعنى المسمى بالتوضيح الأبهر أو التوضيح الأزهر على اختلاف نسخه. وهذا الذي وجد في كتابيهما المذكورين هو الذي يقتضيه التحقيق، هو الذي يقتضيه التحقيق بأن يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وهو ما يذكر في قولنا تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد. والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فإذا أريد بيان حقيقة الحديث الصحيح ذكر هذا الذي ذكرناه، ثم قيل وهو نوعان، أحدهما الصحيح لذاته، وذكر ما يتعلق بحد الصحيح لذاته الذي اقتصر عليه المصنف في نخبته، ثم أتبع بحد الصحيح لغيره مما تقدم ذكره. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه،
ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ومنه عند المصنف ما هي الأنواع التي ذكرها لا يمنع ضعفها التقوية بها؟ ومنه سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له ما كان هو ما كان فوقه أو مثله، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا أريد بيان حقيقة الحسن ذكرت هذه الحقيقة، ثم قيل هو نوعان، وذكرت حقيقة الحسن لذاته مما تقدم، ثم ذكرت حقيقة الحسن لغيره مما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد طيب في الناقل. في إشكال بعض الإخوان أورد إشكالا، وأحب شيء إلينا الإشكال الذي ينفع، فالعلم لا يقطع بأنه عند فلان فقط، والمقصود أن تكون هذه التحريرات مثارات أذهان، وقد يوجد عند أحد ما لا يوجد عند آخر، لأن العلم من فواتح الرحموت، فهو من منن الله، وقد يفتح لعبد ما لا يفتح لآخر. فأورد أحد الإخوان إشكالا لطيفا، وهو قوله إن هذا الذي ذكرته شيء لم تأتي به من جيبك، فأنت ذكرت أن ابن حجر في الإفصاح أشاد به، وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن أشاد به، لكنهما في تصرفهما في كتب أخرى هي بعد تلك الكتب لم يعملا بما أبدياه من الكلام. يقول هذا إشكال، ما جوابهم؟ ومنشأ وجواب هذا أن المحققين من أهل العلم تقوى نفوسهم تارة، فيبدون من محاسن العلم ما يستولي على قلوب العارفين به، ثم يذهل عنه لسلطة المشهور، فالمشهور من المعاني المقررة عند أهل العلم تغلب على القلب، فيذهل عما حققه فيما مضى ويجري بعد على خلاف ما حققه. وهذا موجود في كلام جماعة من الجلة كابن تيمية وابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين. فمثلا خذ مسألة مشهورة وهي حقيقة الصلاة، هل هي الدعاء أم لا؟ فإن ابن القيم رحمه الله تعالى شيد قصرا من بيان حقيقتها أنها الدعاء في جلاء الأفهام، هدمه بحق في بدائع الفوائد، فذكر أن تفسير الصلاة بالدعاء غلط من أربعة وجوه. فهذا لا يمكن أن يقال إن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنها تعرف بالدعاء وتعرف بكذا وكذا، لأن ما ذكره أنه الدعاء زيفه في كتاب آخر بالتحقيق مبينا بتلك الأوجه بتلك الوجوه الأربعة أنه لا يصح. فحينئذ ما حققه في بدائع الفوائد خلاف المشهور عند أهل العلم مما بناه على أصول وثقة من الفهم هو أحق بالتقديم مما حواه جلاء الأفهام، ولو قدر أنه متأخر عن بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، وهو راويه. أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه؟
والثانية أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما صحيح والآخر حسن، وإراد المصنف رحمه الله هذه المسألة في نخبة الفكر، وهو موضوع في مصطلح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور، وهو في الحقيقة اصطلاح شهره الترمذي واستعمله كثيرا، فلم يفش في كلام غيره كما فشى في كلامه رحمه الله، لكنه لما بين حقيقة الحديث الصحيح وحقيقة الحديث الحسن كان مما يوجد في كلام بعض أهل العلم قولهم حسن صحيح، فأراد أن يبينه. ومن تحاه رحمه الله في تحقيق معنى الجمع بينهما هو أحد المسالك المشهورة عند أهل العلم، ولهم مسالك أخرى ليس هذا محل بيانها. نعم.